نشره فوائد فلفت حياء وجهها أن تفضلا وسمعتها حرز الأمان تيمنا ووجه التهاني فهنهم تقبلا وناديت اللهم يا خير سامع أعذني من التسميع قولا ومفعلا إليك يدي منك الأيادي تمدها أجرني فلا أجري بجور فأطال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من شرح الشاطبية. ما زلنا في باب وقف حمزة وهشام على الهمس، وقد انتهينا في الحلقة الماضية من شرح البيت الذي يقول فيه الناظم: ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطول. ونتابع بإذن الله الأبيات في هذه الحلقة من باب وقف حمزة وهشام على الهمس مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد عصام القضاة. مرحبا بكم، حياكم الله وأهلا وسهلا. مرحبا بكم، حياكم الله. يقول الناظم رحمه الله كما هو أمامكم على الشاشة: ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا، ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما فيه الخير، وأن تكون هذه الجلسة من الجلسات القرآنية المباركة التي يكرمنا الله عز وجل بالأجر والثواب عليها. وجزاك الله خيرا يا شيخ أحمد على قراءتك للبيت بهذه الطريقة المنضبطة. وهذا البيت طبعا كما تعرفون يا إخوة هو ما يزال يعدد الحالات التي يغير فيها الهمز عند وقف حمزة وطبعا هشام بما وافقه عليها. لما في البيت الأخير: ويبدله مهما تطرف مثله، إبدال الهمز بمثله ويقصر أو يمضي على المد أطول، وضحنا هذا. بعد هذه الحالة الآن دخل عندنا في حالة أخرى ويدغم. أول كان يتكلم عن الإبدال، الآن بدأ يتكلم عن الإدغام. ويدغم فيه الواو والياء مبدلا إذا زيدتا من قبل حتى يفصلا. ما المقصود بهذا البيت؟ يدغم فيه الواو والياء مبدلا، يدغم فيه يعني في الهمز الياء والواو مبدلا إذا أبدل الهمزة وكان قبلها ياء وواو زائدتان. وانتبه لهذه النقطة، إذا زيدتا. وهنا طبعا في فرق بين الياء والواو الزائدة والواو الياء الأصلية. كيف نتعرف على هذه الواو الزائدة؟ الياء الزائدة طبعا هي التي تكون ليست من بنية الكلمة في الأصل. يعني لما أقول مثلا ثلاثة قروء، هذه الواو زائدة. أو مثلا خطيئته، خطيئة مثلا من خطأ، والياء ليست من إذا رجعنا بالكلمة إلى الميزان الصرفي فبقيت حرف المد موجودا فهو إذن زائد. نقول خطيئة، نقول فعيلة، قروء فعول، إذن هذه زائدة. بينما الأصلية إذا وزناها بالميزان الصرفي ستكون واحدة من حروف الأصلية اللي هي الفاء أو العين أو اللام. نعم. ولذلك لاحظ لما نقول مثلا الأصلي على سبيل المثال، يعني لو أعطينا مثال الأصلي مثل هيئة مثلا، أو مثل هيئة فعلة، أين الياء؟ الياء هنا أصبحت عين الكلمة. نعم. هيئة فعلة، أو مثلا سوءة فعلة. نعم. نعم. فهذه أصلية. إذن هو الآن لابد أن نميز بين الواو والياء الأصلية والياء والواو الزائدة. حديثه في هذا البيت عن الواو الزائدة. والياء الزائدتين الساكنتين. فيقول الساكنتين. نعم. يدغم فيه يعني في المد في الهمز عندما يبدله. يدغم فيه الياء والواو الزائدتين اللتين قبله. لأن الكلمة تكون فيها
ياء أو واو ثم جاءت همزة، أبدلت الهمزة من جنس حركة ما قبلها، فإن كان قبلها كسر أبدلت ياء، وإن كانت ما قبلها كان قبلها ياء أبدلت ياء، أو كانت قبلها نعم. هو على أساس أنه قبل ال قبل الهمز إما ياء ساكنة قبل أو واو ساكنة أي نعم، لكن هم نظروا إلى ما قبل الواو أو الياء، يعني مثلا قروء قروء قبل الواو في ضمة، أو مثلا خطيئتي خطيئته نعم وحاطت به خطيئته فقبل الياء في كسرة، إما أن نقول هذا أو أن نقول ما تفضلت به اللي هو الحرف الذي الحرف الزائد الذي قبل الهمز يعمل هو الذي يحدد ما نعم. الذي نبدله إليه الهمز وخلاصة الكلام سواء كان هذا أو ذاك والمحصلة واحدة إذا كانت في ياء زائدة أبدلنا الهمزة ياء وأدغمنا الياء في الياء لأنه صار ياء ساكنة وبعدها ياء ساكنة وبعدها ياء متحركة ياء مشددة وإذا كان قبلها واو قبل الهمزة واو أبدلنا الهمزة واوا وأدغمنا الواو في الواو وهذا لذلك لاحظ هنا ماذا قال ويدغم فيه الواو والياء مبدلا يدغم في الهمز حال إبداله مبدلا هنا حال نعم إذا زيدت هذه في حالة كون الياء والواو زائدتين من قبل أي من قبل حتى يفصل وكلمة حتى يفصل هنا الحقيقة المقصود بها أي حتى يفصل ما بين الياء والواو الزائدة والياء والواو الأصلية الأصلية لأن كل منهما له حكم مستقل يا شيخ أحمد صحيح يعني الياء والواو الزائدتين الزائدتان هذا شأنهما يدغمها فيما بعدها من الياء أو الواو التي أبدلت لها الهمزة لكن لو كانت الياء والواو أصلية كما مثلنا هيئة أو سوءة فإنه الحكم عندئذ ينقل حركة الهمزة إليها ويسقط الهمزة قل هيئة أو سوء دون أن يبدل ويدغم إذن الإبدال والإدغام إنما يكون إذا كانت الياء والواو اللتان قبل الهمزة المبدلة إذا كانتا زائدتين نعم هذا هو الله خير. نستمع إلى المقطع الذي فيه تطبيق هذه القاعدة لهذا البيت ثلاثة قرب وأحاطت به خطيتها فكلوه هنيئا مريا إنما النسي هذا صحيح نعم أقرأ البيت الذي يليه تفضل يقول الناظم ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة تمام نعم طبعا هنا هذا البيت في حالة أخرى غير الحالة الأولى يسمع المقصود هي يسمع حمزة الناس هنا يعني ويسمع نعم من أو القارئ يعني لحمزة القارئ نعم ويسمع القارئ أو يسمع حمزة في مذهبه هذا الناس بعد الكسر والضم همزه همزة مفعول به ثاني ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولة أيوة إذن هنا يعني الهمزة المفتوحة بعد الكسر يسمعها ياء يحولها تتحول إلى تتحول إلى ياء مبدلة من مبدلة من الهمزة وبعد الضم يسمع واوا مبدلة من الهمزة نعم مبدلة من الهمزة فإذا لما أقول هنا لاحظ الهمزة مفتوحة قبلها كسر يبدلها ياء نقول مية مية نعم, نعم. قبلها كسر ليلا لاحظ هنا أبدلها ياء مفتوحة نعم. أو مثلا لا يؤاخذكم لا يؤده إليه مثلا يوده مثلا يوده نعم, نعم. مؤجلة موجلة هذه همزة مفتوحة قبلها ضمة نعم. إذن هنا منلاحظ أنه الهمزة مفتوحة إذا كان قبلها كسر أبدلها ياء وإذا كان قبلها ضم أبدلها إيه واوان هذا الذي يقول هنا ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتح ياء وواوا محولا مبدلا يعني أبدلها إلى واو وياء السر يعني متى يبدلها واوا إن كان قبلها ضم
ومتى يبدلها ياء إن كان قبلها كسر وهي مفتوحة. وهي مفتوحة. وهي هذا مفتوحة. شرط. هذا شرط أساسي في البيت. نعم. هذا. هذا البيت يتكلم عن الهمزة المفتوحة التي جاءت بعد كسر أو ضم. والحقيقة إنه هذا البيت هو فاتحة بيت فاتحة حالات. سيأتي مزيد من الحديث. الهمزة المتحركة بعد متحرك. بعد متحرك. نعم. همزة متحركة بواحد من الحركات الثلاث. بعد متحرك بحركة من الحركات الثلاث. اضرب ثلاثة في ثلاثة يطلع تسعة. تسعة. إذن هي تسع حالات. بدأ الآن تكلم لنا عن حالتين فقط. سنرى بقية الحالات في البيت. نعم. القادم. طيب نستمع إلى التطبيق في الهمزة المفتوحة. نعم. بعد كسر أو ضم. قد كان لكم آية في فئتين متاعا لكم ولأنعامكم يغلبوا مئتين لا يواخذكم فأذن مؤذن كذلك لنثبت به فؤادك. نعم. طيب ننتقل إلى البيت الذي يليه وهو أمامكم المكمل له. نعم. البيت الذي أمامكم على الشاشة يقول وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا وفي غير هذا بين بين ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. تمام. نعم. طبعا هذا البيت هو كما قلت المكمل لحالات البيت الأول. في البيت الأول أعطانا حالتين لحالة الهمزة المفتوحة بعد كسر أو ضم. ماذا يفعل بها هنا؟ يسهل. يسهلها بين بين. لا يبدلها الأول حالتين الأولى والثانية. الحالة الأولى. نعم. هنا السؤال يطرح نفسه الحالات السبعة الباقية لأن قلنا هي مجموعها تسع حالات. الحالات السبعة الباقية يسهلها، لماذا لم يسهل الحالتين الأوليين؟ الحقيقة علماء العلل أو ما يسمى بالتوجيه توجيه القراءات قالوا التسهيل طبعا هو الرواية الواردة والقراءة الصحيحة المنقولة لكن أخذوا لها وجهة لغوية فقالوا لو أنه سهل الهمزة المفتوحة التي بعد فتح مثلا بعد كسر أو ضم مثل مؤجل أو ستصبح قريبة من الألف لأن التسهيل هو تقريب من الألف والألف لا تقبل أن يكون قبلها إلا مفتوح وهذه قبلها كسر أو ضم صحيح فلذلك لما كانت مكسورة قبلها فتح قبلها مفتوحة قبلها كسر أو ضم الأليق بها أن تكون مبدلة في هذا البيت وقال لذلك قال وفي غير هذا بين بين هي الحالات التسعة كما قلنا هي التسع الحالات السبعة الباقية التسع حالات إخواني الهمز إما مفتوح أو مضموم أو مكسور وما قبله إما مفتوح أو مضموم أو مكسور فثلاثة في ثلاثة يساوي تسع حالات. نعم. الحالتان الأولى والثانية تكلمنا عنهما وهو فيها إبدال الهمزة حرف مد واوا أو ياء من جنس ما قبلها فأقول موجلة وأقول مثلا فيتين مثلا كما سمعنا في التطبيق. نعم. الآن الحالات السبع الباقية طبعا أن يكون مفتوحا يعني المفتوح بعد مفتوح سأل يقول سأل وفي غير هذا بين بين اتفقنا والمضموم بعد الفتح مثل رؤوف إن الله بالناس لرؤوف لما يقف عليها يقف عليها وطبعا هو من يقصرون حمزة من يقصرون لا يقرأها رؤوف لا يقرأها رؤوف نعم. نعم من الأشار إليهم الشاطبي رحمه الله في البيت المعروف صحبته حلا اللي هم حمزة والكسائي والشعبة قصر رؤوف القصر يعني حمزة والكسائي والشعبة وأبو عمرو هم الذين يقصرون من جملتهم حمزة فلما يقف عليها على قصره يسهل الهمزة رؤوف أو مثلا جاءت الضم إذا كانت يعني مثلا برؤوسكم ضمة بعد ضمة نقول برؤوسكم أعطيناها التسهيل. نعم.
أو الكسر قبلها يعني مضمومة قبلها كسر، فمالهون مستهزئون، هذه كلها يعني عند الوقف طبعا. والمكسور بعد الفتح، المكسور الهمزة المكسورة التي قبلها فتح مثل يئس، مثل يئس نعم بالتسهيل، أو مثلا بيس مثلا، أو الضم نحو سئلوا كسرة بعد ضمة، أو الكسر يعني كسرة بعد كسرة خاسئين تصبح خاسئين بالتسهيل. وهذا طبعا هذه بقية الحالات السبعة. إذا لاحظ أنه هناك في البيت الأول حالتان، وفي البيت هذا سبع حالات. ثم ختم البيت ببيان قاعدة عامة لهشام، ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، أي أن هشام يوافق حمزة في تغيير الهمزة حالة الوقف عليها بشرط أن تكون الهمزة متطرفة، لا يوافقه يعني في المتوسط، لا يوافقه في المتوسطات، وإنما يوافقه فيما تطرف مسهلا. نعم. طيب نستمع إلى التطبيقات في الهمزة التي هي مفتوحة بعد فتح أو المضمومة أو المكسورة، السبع الحالات الباقية التي يسهل فيها حمزة. وإليه ماب بعذاب بئيس، إنك كنت من الخاطئين. وإذا الموءودة سئلت. طيب البيت الذي يليه يقول الناظم: ورئيا على إظهاره وادغامه، ورئيا على إظهاره وادغامه. نقف عند هذا الشطر باعتبار أنه يحمل قاعدة خاصة به، ورئيا على إظهاره وادغامه. يعني الآن بدأنا نجزئ الأبيات شغل. ضرورة النظم. طيب لا حرج في هذا، لأنه يعني هذه الشطرة تعطينا قاعدة أن حمزة رحمه الله في كلمة رئيا هم أحسن أثاثا ورئيا مقروء عن حمزة على إظهاره وادغامه، يعني يقرأها بالإظهار ريا أو ريا على إظهاره وادغامه، لأنه على الإظهار تبقى الياء مادية باعتبارها ياء ساكنة وقبلها مكسور. ياء في حالة الإظهار ياء مادية، وفي حالة الإدغام ياء مدغمة، ياء مشددة. نعم. فهو إما أن يقول ريا أو يقول ريا، فالأولى في حالة الإظهار والثانية في حالة الإدغام. نعم. وهذا إذا يعني طبعا إذا خفف حمزة وأبدل الهمزة ياء، طبعا لأنه إذا وقف عليها أبدلها ياء، ثم ينظر هل يدغم الياء بالياء التي بعدها فتصبح ياء مشددة. نعم. أو يبقيها مظهرة كما هي. بعضهم يدغم الياء المبدلة في الياء على قياس الإدغام، هذا هو القياس وبعضهم يلقيها على حالها لكونها عارضة، يعني ليست أصلية. نعم. هي مبدلة والإبدال عارض والأصل همزة، فيبقيها على أصلها فكأن الهمزة باق لما يبقيها على هذا الحال، يعني كأنما قال هي تبقى على أصلها، أصلها همزة، أصل عدم الإدغام لأن أصلها همزة. نعم. طيب نستمع إلى التطبيق ونتابع شرح البيت الشطر الآخر. هم أحسن أثاثا وريا، هم أحسن أثاثا وريا، هم أحسن أثاثا وريا، هم أحسن أثاثا وريا. عدم إدغام الواو بغنة طبعا في التنوين لخلف. نعم. إدغام بغير غنة. نعم. طيب نتابع الشطر الآخر من البيت الذي هو أمامكم على الشاشة، يقول: وبعض بكسر الهاء لياء تحول، كقولك أنبئهم ونبئهم وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا. أعيد مرة أخرى: وبعض بكسر الهاء لياء تحول، كقولك أنبئهم ونبئهم. نقف عند هذا الحد.
نعم. يعني لو كملت العدد ما في حرج، وقد رووا أنه بالخط كان مسهلا، يعني هذا مسألة التعليم. أنا حتى لا تختلط الأمور على الأخوة إذا كانت تشابكت المسائل. لا هي نعم. لأنه هو تعليل هذا، وهذا تعليل بالنسبة للرواية، لا حرج على كل حال. هنا قال رحمه الله الإمام الشاطبي: وبعضهم، يعني بعض من نقلوا عن حمزة قراءته، إذا خففوا الهمزة بالإبدال كسروا هاء الضمير الآتي بعده. إذا خففوا الهمزة بالإبدال كسروا، لأن صارت ياء. صحيح. فقالوا الذي الأقرب للياء الكسرة وليست الضمة. فيعني لما يقول أنبئهم، لما بيبدلها يقول أنبيهم، حول الضمة إلى حول الضمة الهاء إلى كسرة، على اعتبار أن قبلها ياء ساكنة، لمجانسة الياء قبلها. بأسمائهم مثلا، بأسمائهم، طبعا هذه مكسورة من الأصل، بأسمائهم. أنبئهم ونبئهم، ونبئهم 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 ونبيهم ونبيهم، أبدل الهمزة ياء وكسر الهاء لمجانسة الياء التي قبلها، طبعا وردت في الحجر والقمر. وكما يقول الشراح، هذا الاختيار إخواني هو اختيار ابن مجاهد رحمه الله وأبي الطيب ابن غلبون، اختيار الكسر، اختيار الكسر. هؤلاء الذين اختاروا الكسرة، لأنه لما قلب الهمزة ياء لكونها ساكنة بعد كسر، بعد كسر هنا وجود الهاء قبلها كسر الهاء. هذه بسموها باللغة العربية وجود الياء الساكنة، وجود الياء قبلها كسر الهاء للمجانسة والمجاورة، اعتدادا بالعارض، اعتدادا بالعارض. وأيضا مثل، لاحظ لو كان نظرنا إلى بعض الكلمات التي ليس فيها الإبدال، مثل فيهم مثلا، في أصل فيهم، في أصل اللغة الهاء مبنية على الضم، كسرت بسبب الياء. نعم. وأيضا يهديهم، يهديهم. يعني هذه. أما الحقيقة أبو الحسن ابن غلبون رحمه الله والإمام مكي رحمه الله وابن مهران فبقوا على ضم الهاء اعتدادا بأصل أن الهاء مضمومة، لأن الياء عارضة، والهمزة هي الأصلية، وبسبب الهمزة الهاء مضمومة فتبقى على ضمها. ولكونها أيضا يعني هي أريدت وليست هي متروكة كما يقولون، يعني احنا ما تركنا الهمزة وإنما أبدلناها إبدالا، فقالوا أبقينا الأصل على حسب الأصل التي عليه الهمزة، وأصل الكلمة همزة والياء عارضة. فهنا القضية مسألة مهمة جدا، من اعتد بعروض الياء كسر، ومن اعتد بأصل الهمزة أبقى الهاء مضمومة على أصلها. نعم. طيب جزاكم الله خيرا. نستمع إلى التطبيق ونعود إلى أسئلة الحلقة في نهايتها. ما نخلص البيت لآخره، يتعلق بالوقف على مرسوم الخط. اي نعم، هو وبالبيت يعني الذي يليه نرجئها الى الحلقه. طيب. القادمه لضيف الوقت. نستمع الى التطبيق من الشيخ نزار في انبئهم وانبيهم. قال يا ادم انبيهم، قال يا طيب نختم بأسئلة الحلقة. الحلقة للسادة المشاهدين والأخوات المشاهدات. نعم، السؤال الأول: متى يدغم حمزة الياء والواو المبدلة من الهمزة بالياء التي بعدها؟ متى يدغم حمزة الياء والواو بالياء والواو المبدلة من الهمزة؟ هكذا السؤال. متى يدغم حمزة الياء والواو فيما أبدلت إليه الهمزة ياء وواو؟ يعني متى يكون هذا الإدغام؟ عندنا ياء زائدة وياء أصلية، متى يكون الإدغام فيها؟ السؤال الثاني: ثمة 9 حالات منبثقة عن إبدال أو تغيير الهمز، تغيير الهمز عند الوقف على لحمزة، 9 حالات منبثقة عن تغيير الهمز المتحرك بعد متحرك. حرر هذه الأحوال وبين كيف ما مذهب حمزة فيها. نعم نعم.
طيب جزاكم الله خيرا. نتابع بإذن الله في الحلقة القادمة مشاهدينا الأعزاء، ونبدأ الحلقة القادمة بالمذهب الرسمي لحمزة بحسب مرسوم خط المصحف. نترككم في عناية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. في الخلق سهلات منزهات عن منطق الهجر مقوالة، ولكنها تبغي من الناس كفآن أخافي قاتل يعفو ويرضي تجملا، وليس